تمكن قراصنة كمبيوتر من اختراق حساب وكالة أسوشييتد بريس للأنباء على موقع تويتر، ونشروا تغريدة تفيد بحدوث انفجار في البيت الأبيض. التغريدة تسببت في هبوط مؤقت لمؤشر داو جونز قدره 150 نقطة، ما يعادل 137 مليار دولار، قبل اكتشاف أن الحساب تم اختراقه. وأعلنت مجموعة تسمي نفسها الجيش السوري الإلكتروني مسؤوليتها عن عملية الاختراق. قدم موقع ريدت للتواصل الاجتماعي اعتذاراً بعدما أدى نقاش حول تفجيري بوسطن إلى تحديد اسم شخصين على أنهما منفذي التفجيرين، الأمر الذي أدى إلى انتشار اسميهما وصورتيهما في تغريدات تويتر وحتى على الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك بوست. اكتشف باحثون في جامعة ماكجيل الكندية أن ممارسة لعبة تيتريس عدة مرات يمكن أن تعالج مرض العين الكسولة، وهي العين التي تعاني من بطء في النمو. وكان الأطباء يحجبون العين السليمة بغية تنشيط العين الضعيفة، لكن الدراسة التي أجريت على 18 شخصاً تشير إلى أن اللعبة تغني عن ذلك. وأخيراً، تبحث شركة هولندية غير ربحية اسمها مارس ون عن متسابقين يشاركون في برنامج تلفزيون الواقع يصورهم خلال رحلة تستغرق 7 شهور للوصول إلى كوكب المريخ. وعلى الكوكب الأحمر سيقيم المتسابقون في بيئة أعدت خصيصاً تحميهم من درجات الحرارة المنخفضة هناك. المغامرون سيبقون هناك إلى الأبد لأن أجسامهم لن تستطيع التعود على درجة جاذبية الأرض مرة أخرى. إنها رحلة بلا عودة. حيدر الطالبي، BBC.